كنا نشكر عندما شباب الساحل عن طريق حسن دنش كان سجل هدف التعادل بمرمى الصفا، وهيدي هي لحظة انطلاق المباراة بعد إشارته للحكم الرئيسي هادي سلامة عم يعطي إشارته لانطلاق المباراة بين مرحلة الذهاب ومرحلة الإياب. طبعا الاعتماد على هي سرعة حسين عوضة، بمر حسين عوضة بيلعب كرة عرضية باتجاه مين؟ محمد قصاص، ممكن يسدد مباشرة محمد قصاص، تسديده خطيرة كانت تسديدته بمستوى كبير، وهيدي كرة عرضية من الركنية إنما علي حلال بيخلص الكرة، دفاع شباب الساحل بالوقت لحسين عوضة بيوضع الكرة بشكل ذكي، الكرة السبت لداخل منطقة الجزاء بيلعبها، وهذه الرأسية الرأسية كنترول طالة ممكن أول أهداف يا طالة، فرصة خطيرة مجددا طالنداي، الكرة حاليا خطيرة شباب الساحل، الكرة هلا حيفرح الساحليين بيسدد الكرة ما زالت الخطورة، ولكن الصدى موجودة من مهدي خليل، محمد سالم مهاري على اللعب، مهاري ممكن يمر، محمد سالم بيكسر على الكرة بيلعب العرضية داخل المنطقة وهذه الرأسية جول، لا ما معقول، دومينيك ممكن يظهر من خلال الكرة بيوقف على كرته ممكن يسدد، لا بيلعب كرة باتجاه محمد قصاص، محمد داخل المنطقة بيسدد قصاص، بيسدد قصاص وعلي حلال ودفاع شباب الساحل فوسيني عم ينتصر بالجهة المقابلة، وهيدا هيدي الكرة ما بعرف كرة عرضية أو تسديدة كانت من دوغلاس، محمد سالم أيضا عم بيتلاعب، أوه بيلعب العرضية وهذه الرأسية ستانلي أخطأ والكرة عند السالم، ممكن هدف الأول بالمباراة، ممكن فوسيني دوغلاس عم بيسدد ولكن استبسالة من الكاميرون ستانلي، مباراة هادي سلامة عم بيعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الصفا وشباب الساحل، فايضا بهاللحظات انطلاق الشوط الثاني بعد اشارته للحكم الرئيسي علي السعدي بيسدد مباشره باتجاه المرمى جول جول علي السعدي مع قبلي لكاميرا الجديد، علي السعدي عم يفتتح التسجيل، قلب دفاع الصفا هو اعتاد دائما على هز الشباك، علي السعدي صاحب الهدفين اصبح رصيده 3 أهداف بالبطوله، دومينيك وتالانداي كرة ما زالت جد نور الدين أخطأ التقدم، تالانداي داخل المنطقة خطيرة الصفا ممكن في الثاني، ولكن طال لعب الكرة لعب الكرة إلى خارج أرض الملعب، في أي لحظة ممكن يعدل شباب الساحل النتيجة وقد يندم الصفا على إضاعة الفرص، تالانداي انطلق ممكن جول ممكن جول جول جول، أوه شو عم تعمل يا تالانداي، علي حلال موجود مجددا، انطلاقة لمصلحة شباب الساحل طبعا الرسم بالوقت، ولكن أوه هيدي التسديدة الصاروخية الخطيرة كانت هزت العارضة، دومينيك مندي بالمرتد بيلعب لعند تالانداي، هذا جول هذا جول يا تالا، المفروض تسدد يا تالا وتسجل، تالانداي عم بيلعب الكرة بشكل غريب جدا، انما علي السعدي عم يقطع الكرة بتعود لمصلحة ياكوبو، هل هناك خطأ؟ وبهاللحظات اذا عم يعلن هادي سلامة عن نهاية احداث اللقاء بفوز صعب وصعب جدا للصفا على حساب شباب الساحل، اكيد يا ورشيدي بارك لجمهور نادي الصفا وللإدارة وللاعبين، اليوم ما بذلوا ولا بنقطة عرق، الحمد لله جبنا 3 نقط، نحن جايين ناخذ 3 نقط، نادي شباب الساحل نادي كبير، مباراة الذهاب اكيد عذبونا كثير، حتى اليوم بالمباراة كمان بين اللحظة واللحظة المباراة رح تروح من ايدنا، ضيعوا فرص انه نحن ضيعنا فرصنا اخطر، ما الفريق اللي بيضيع ممكن يتلقى التعادل، بس الحمد لله كانوا كل لعيبه رجال واحرزنا 3 نقاط، ان شاء الله بالمباريات الجايه رح نكون فريق الصفا احسن واحسن باذن الله. بالنسبه لمباراه اليوم مثل ما شفت بالشوط الاول يعني حرام فرص بجمله شباب الساحل، كان لازم نحن بالشوط الاول نسجل هدف او هدفين، كانت الامور بتختلف معنا بالمباراه، يعني مش عم ندير المباراه مثل ما نحن بدنا، بتعرف لما بتسجل بيلعب فريق باريحيه اكثر. بالشوط الثاني نحن كان أدائنا مش مثل الشوط الأول، طبعا عم تواجه فريق مثل الصفا فريق كمان مش سهل يعني، ما توفقنا ما قدرنا نعدل